بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم في هذه الانطلاقات الصباحية ومنافسات سن الحقائق ضمن هذا السباق المحلي الخامس. على بركة الله أعلنت انطلاقة سادس الأشواط، شوط خاص بالقعدان ضمن انطلاقات ومنافسات أشواط الإنتاج والمنتجين. نسير مع هذه الأعداد المشاركة والمتواجدة على أرضية ميدان الشحانية وعبر هذا النقل الحي والمباشر لقناة الريان. نسير مباشرة إلى الصدارة، نتابع هملول على المركز الأول، صالح بن حسين بن محمد بن صالح بن جرحب من يقود المسيرة، من يقدم لنا هملول على المركز الأول. المركز الثاني أتابع مولع القادم مع المركز الثاني في هذه اللحظات لمسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع من الجانب الآخر شداد سالم بن علي بن فيد الزبدان القادم مع المركز الثالث، ولكن التغيير في هذه اللحظات، من غير على المركز الثالث ليث محمد بن صالح بن حمد بن جرحب القادم مع ليث إلى المركز الثالث. المركز الرابع وصول من ملازم مع المركز الرابع، ملازم لناصر بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي القادم مع المركز الرابع. والمركز الخامس هناك تابع شداد لسالم بن علي بن رفيد الزبدان المري. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى مشاهدينا الكرام ومراكزنا المتقدمة في هذا الشوط أشواط الإنتاج. تحضر هذه الأسماء والأعداد نتابعها من خلال هذه الانطلاقات. هذا الشوط يحمل لنا 44 اسم مشارك متواجد على أرضية الميدان. نعود إلى مقدمة الشوط، نتابع شعار بن جرحب من غير على الصدارة مع ليث محمد بن صالح بن حمد بن محمد الجرحب المتقدم في هذه اللحظات. من يقدم لنا ليث على مقدمة الشوط؟ المركز الثاني. من الجانب الآخر وتابع هملول مع المركز الثاني، صالح بن حسين بن محمد بن صالح الجرحب مع المركز الثاني. المركز الثالث بن قطامي يتقدم مع المركز الثالث، مولع القادم مع المركز الثالث، مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي مع هذه الأسماء الثلاثية المنطلقة من خلال هذه اللحظات. أتابع المراكز، والمركز الرابع قدوم من شداد مع المركز الرابع، سالم بن علي بن رفيد الزبدان مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع التحديات والأسماء القادمة، وصول في هذه اللحظات من ملازم ناصر بن سعود بن حمود بن شافي الشافي يتقدم مع المركز، يتواجد مع المركز الخامس. الله يا الأسماء الحاضرة في هذا الشوط، ولكن أعود مع ليث، ليث على مقدمة الشوط. ركز يا بن جرحب مع الصدارة وانطلاقة ليث على المركز الأول، محمد بن صالح بن حمد الجرحب مع مقدمة الشوط. الله ليث، بدأنا بالاقتراب يا بن جرحب، ركز وتابع أيضا هذا التقدم، وتابع المركز الثاني، وتابع الأسماء قادمة. وصول هناك مولع مع المركز الثاني، مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي، ولكن الاسم القادم المرتجز يصل في هذه اللحظات، فيصل بن حمد بن علي بن حمد المري القادم. وتابع وصول من هزام علي بن فهيد بن سعيد بن سلطان آل حنيتم القادم مع هذه اللحظات. مرضي مرضي من الجانب الآخر، سالم بن راشد بن سالم النابت المري. الله يا الأسماء، مع الكيلومتر الأخير نتابع المرتجز غير على مقدمة الشوط، ولكن
الأسماء قادمة وتابع التحديات. طارن القعدان في هذا الشوط، الله مرضي 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 القادم مع المركز الثاني، ولكن المرتجز على مقدمة الشوط وتابع مرضي مرضي من الجانب الآخر. الله الله اشتد الصراع ما بين هذه الأسماء، هزام القادم علي بن فهيد بن سعيد بن سلطان آل حنيتم مع المركز الثالث، ولكن مرضي سالم بن راشد بن سالم النابت المري، وهو المرتجز فيصل بن حمد بن علي بن حمد المري مع اللحظات الأخيرة. الله مرضي المرتجز هناك وتابع هزام مع المركز الثالث، ثلاثية مع اللحظات الأخيرة، ولكن الله الصدارة مع المرتجز، المرتجز مرضي مرضي هزام 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 القادم من الجانب الآخر، هزام مع اللحظات الأخيرة بن حليتم. الله الله هزام هزام مع الأمتار الأخيرة، ولكن عاد المرتجز خط النهاية اللحظات الأخيرة، مرضي من الجانب الآخر، هزام هزام المرتجز اللحظات الأخيرة خط النهاية. الله 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 المرتجز تهانينا والناموس لفيصل بن حمد بن علي بن حمد المري على فوز المرتجز على المركز الأول. المركز الثاني هزام لعلي بن فهد بن سعيد بن سلطان آل حنيتم. المركز الثالث مرضي لسالم بن راشد بن سالم النابت المري، والمركز الرابع وصل المصفح محمد بن عبيد الحراجين الدوسري، والمركز الخامس كان الوصول من طامي علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. هكذا تابعنا المنافسة، وأتى المرتجز مع المركز الأول بتوقيت 6:05 9 من الأجزاء من الثانية. الثانية لفيصل بن حمد بن علي بن حمد المري على هذا الفوز والانتصار، هزامته في المركز الثاني بتوقيت 6:05 22 جزء من الثانية. التهنية لعلي بن فهيد بن سعيد بن سلطان آل حنيتم، والمركز الثالث مرضي توقيته الزمني 6:05 32 جزء من الثانية. الثانية لسالم بن راشد بن سالم النابت المري، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.